خويا هاد المسيره اليوم دارت على قبل شي نقط اللي كتهم السكان ديال سوس، على قبل الراعي الجائر اللي تيتكرفس لهم على الممتلكات ديالهم، تيكون تيتهجموا عليهم، وعلى قبل الخنزير البري اللي تيهجم على الناس بواحد هجم على الناس بزاف، على السكان المتضررين ديال مدينه سوس. هادو هما اهم نقاط ديال هاد المسيره هذه، بلي ان هاد المسيره خرجت من اجل اولا اسقاط الضائر ديال المستعمر السالبة للاراضي ديالنا، ثانيا نطالب الدوله باش تحبس علينا العصابات ديال الراعي الجائر اللي كتختطف البنات، اللي كتختطف الاشخاص في المناطق ديالها وكتغتصب البنات ومنهم البنات المعاقين وكيقتلوا بنادم. ناس والناخور يسمغور، ناس سنات نريخ والله ورتين السمغور خاص نيران والنايخ لابد نهضر حتى نكنيتي كلي منوفا وردنشكي. الحمد لله انت بالمسيره تقل المسيره سلميه اكيزنكا، ولكن ورني لك راه نتغوصا تقعوا الحمد لله على الخير. هذا ريت زيكيز غير اللي ترى نضل بربي فيك ان شاء الله. اعتمدنا اعتبرت تدت لك من المسؤولين، ات لك من جلاله الملك محمد السادس حفظه الله. هذه الوقفه المليونيه، هذه المسيره المليونيه الحمد لله اللي غادي تدخل للتاريخ، وان شاء الله غادي نتسناو منها ان شاء الله فقط يعني تعطينا بعض الايجابيات، لان الهدف منها هو رفع الضرر فقط. الناس ديال سوس، الناس ديال قبائل سوس تطالب برفع الضرر فقط، ما كطالبش مازال ما كطالب حتى شي حاجه الا رفع الضرر. ومن هذه الاضرار الخنزير المحمي البري المحمي والملك الغابوي وكذلك الراعي الجائر، اللي يعني هناك ارواح و يعني بدون جدوى، لكن ما كانت حتى شي اجابه ما وصلنا حتى شي نتيجه.